مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله بالنشرة الجوية وحالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة. طقس معتدل، أجواء غائمة جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، مع فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق. حالة الطقس حاليا في مدينة الكويت طقس غائم ورياح شمالية خفيفة 18 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 43%، والرؤية الأفقية جيدة لأكثر من 10 كيلومتر. حالة الطقس أول نهار يوم السبت إن شاء الله درجات الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، مدينة الكويت العبدلي 11 درجة مئوية، وفي المناطق الغربية السالمي 11 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية الوفرة 12 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية والجزر 15 درجة مئوية. تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 ل 26 كيلومتر في الساعة. حالة الطقس بعد منتصف نهار يوم السبت إن شاء الله درجات الحرارة العظمى مدينة الكويت 23 درجة مئوية، العبدلي 25 درجة مئوية، وفي المناطق الغربية الشقاية والسالمي 26 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية الوفرة 25 درجة مئوية. في جزرنا الشمالية وربا وبوبيان 25 درجة مئوية، وفي الجزر الجنوبية كبر وقارو أم المرادم 24 درجة مئوية. تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد الأول الساعة 10:42 صباحا، والمد الثاني الساعة 10:51 مساء. الجزر الأول الساعة 4:14 صباحا، والجزر الثاني الساعة 4:23 مساء. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:56 دقيقة، شروق الشمس الساعة 6:20 دقيقة، غروب الشمس الساعة 4:50 دقيقة. حالة الطقس المتوقعة خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله يوم السبت غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية. يوم الأحد والأثنين تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى تتراوح من 25 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى من 17 إلى 19 درجة مئوية. تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة يومي الثلاثاء والأربعاء. درجات الحرارة العظمى 25، والصغرى 17 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة، والعودة للزملاء في الاستديو.